لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. رئاسة الحكومة توضح: أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ توضيحي اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 أن أحمد الحشاني رئيس الحكومة لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزئية التي تمت إشارتها ضد الرسام توفيق عمران، مضيفة أنه لم يشاهد الصورة ولا يعرف حتى من هو صاحبها، وأضافت أن الحشاني علم وجود تتبعات جزئية ضد الرسام عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم. واعتبرت رئاسة الحكومة أنه قد كانت هذه التتبعات قد تمت من أجل أفعال أخرى قد يكون توفيق عمران ارتكبها في ذلك شأن قضائي بحت، أما إذا كانت من أجل صورة كانت توقيع فهو أمر إن كان فيه، حيث تم إطلاق صراع توفيق عمران بعد التحقيق معه، حيث تم التحقيق معه بسبب الصورة المهينة التي قام برسمها لرئيس الحكومة أحمد الحشاني، حيث قام برسم صور وعبارات مهينة، حيث كشف محامي الفنان توفيق عمران العياش الأمامي عن الإفراج عن موكل اليوم بعد أن وقع مساء أمس إيقاف توفيق عمران المعروف برسوماته الناقضة للسلطة. وفق شرح الأسباب الإيقاف، قال الهمامي هي 3 رسوم نشرت له أكثر من شهر تتعلق برئيس الحكومة، وهي رسوم كاريكاتيرية ساخرة، وما فعله ليس جريمة ولا يمكن للقانون أن يقوم بعقابك من أجلها، لكن تم في البداية الاحتفاظ به فيها الساعة 2 ليلا وتراجعوا عن الاحتفاظ به بعد نصف ساعة تقريبا، وذهبوا إلى سجن بشوشة وأخرجوه. وتابع ما حصل يؤكد أن القضاء هذا ليس مستقل، والنيابة تتحرك بتعليمات سياسية، ولا يوجد قاضي يصدر قرارا بالاحتفاظ في ساعات متأخرة من الليل وبعد 5 ساعات يتراجع عن نفس القرار، وهذا يدل على أن الرئيس كان سعيد يتدخل فيه السلطة القضائية للمصالح السياسية.